الخلوة انك انت تختلي بالله سبحانه وتعالى. كيف تكون في خلوة مع الله سبحانه وتعالى؟ ان استطعت في اللحظات في الليل او في اللحظات الأخيرة من الليل اللي هو بيسمى بوقت السحر، هذا بيسمى بوقت النزول الإلهي في كل ليلة، لا ليس في رمضان أو في العشر الأواخر من رمضان ولا في العشر الأوائل من ذي الحجة ولا في العاشوراء ولا في عرفة فقط، ده في كل ليلة. كما روى الإمام البخاري في الصحيح يتنزل ربنا سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي على عباده. تخيل الله سبحانه وتعالى الغني الكريم اللي هو يعني غني عنك وعن عبادتك، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، لن يزيد ذلك في ملك الله شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يعني غني عنك وعن عبادتك، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ينادى عليك في هذا الوقت، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من مسترزق فأرزقه، هل من تائب فأتوب عليه. يا الله، تريد من الله سبحانه وتعالى سعة الرزق عليك في هذا الوقت، تريد من الله سبحانه وتعالى أن يهدي لك شيء في الأسرة زوجة أولاد عليك بهذا الوقت، المغفرة التوبة، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من مسترزق فأرزقه. وبالأسحار، ده اسمه وقت المناجاة الإلهية، وبالأسحار هم يستغفرون.